مع كل يوم بتنتشر فيه كتاب القسام أو بتنشر فيه كتاب القسام مقاطع فيديو الاستهدافات، بتنتشر المقاطع دي وبينتشر معاها مجموعة من المشاهد الجديدة والمختلفة. آخرها كان فيديو نشرته الكتاب لمكان سمور واد السوشيال ميديا مقبرة الدبابات في غرب مدينة خان يونس. الفيديو صور استهداف محكم لمجموعة من الآليات بما فيها الجرافات العسكرية والمركافة اللي كانت أسطورية، وطبعا مع التحديث الجديد اللي عناصر القسام بيقولوه أو اللي بيقولوه هيعملوه قبل ما يعملوه. تعالوا نشوف جزء من الفيديو. الآن بعمل كمين ناري محكم بإذن الله على خط صير دبابات. بإذن الله سنجعل هذه الأرض نارا على دباباتهم وجرافاتهم. طبعا مع التحديث الجديد بيحصل تفاعل واسع مع المقطع اللي احنا شفناه على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. خلونا نبدأ بمنصة اكس اللي سعيد غرد عليها وقال كل هذا لن يذهب سدى. اما معاذ اللي علق وقال تحس المركبة تتعطل قبل ما تدخل غزة. في تويتة اخرى من يزن قال ثقة منقطعة النظير.